إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو سوف أحاول من خلاله يعني الإجابة أو شرح بعض الأخطاء الواردة في فيديو منسوب إلى علي بن أبي طالب. من طبيعة الحال لن أدخل في التفاصيل، هل هو يعني منسوب له أو غير ذلك، لأن المسألة فشخصيا ليس لدي من المعلومات ما أفيد به. ما سوف أجيب عنه يعني بعض الأخطاء التي تم تمريرها في هذا الفيديو. بداية أدعوكم لمشاهدة الفيديو ونأتي بعد ذلك للشرح. معضلة في الرياضيات ما زالت محيرة للعقول للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كان هناك ثلاثة رجال يمتلكون 17 جملاً عن طريق الإرث بنسب متفاوتة، فكان الأول يملك نصفها والثاني ثلثها والثالث تسعها، وحسب النسب يكون التوزيع كالآتي: الأول يملك النصف 17 تقسيم 2 يساوي 8.5، الثاني يملك الثلث 17 تقسيم 3 أي 5.67، الثالث يملك التسع 17 تقسيم 9 أي 1.89. لم يجدوا طريقة لتقسيم تلك الجمال فيما بينهم دون ذبح أي منها أو بيع جزء منها قبل القسمة، فما كان منهم إلا أن ذهبوا لأمير المؤمنين علي عليه السلام لأخذ مشورته وحل معضلتهم. فقال لهم الإمام علي: هل لي بإضافة جمل من جمالي إلى القطيع؟ فوافقوا بعد استغراب شديد، فصار مجموع الجمال 18 جملا، حيث قام الإمام علي عليه السلام بالتوزيع كالآتي: الأول يملك النصف 18 تقسيم 2 يساوي 9، الثاني يملك الثلث 18 تقسيم 3 يساوي 6، الثالث يملك التسع 18 تقسيم 9 يساوي 2. الغريب في الموضوع أن المجموع النهائي بعد التقسيم يكون 17 جملا، فأخذ كل واحد منهم حقه، واسترد الإمام علي عليه السلام جمله 18. المدهش أكثر من ذلك أن كل منهم أخذ أكثر مما كان سيأخذ حسب القسمة الأولى، فالأول سيأخذ 9 جمال بدلا من 8.5 جمل، والثاني سيأخذ 6 جمال بدلا من 5.67، والثالث سيأخذ جملين بدلا من جمل 1.89. رائعة من روائع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. القضية هنا ليست رياضيات فقط، بل هي قدرة القادة العظام على حل المشاكل ودرء الفتن، وكما ترون كان الكل رابح ولم يخسر الإمام شيئا. إذن جاء في الفيديو 3 أشخاص يملكون 17 جملا. الأول يملك أو نصيب الأول من هذه يعني 17 جملا هو النصف، بمعنى 1/2. الثاني يملك الثلث، والأخير يملك يعني يعني أن سيغنف. فإذا قمنا بحساب يعني نصيب هؤلاء الأشخاص، نجد المجموع هو 17/18. في الرياضيات كيف يمكننا تفسير هذه النتيجة؟ بكل بساطة، إذا قمنا يعني وإذا افترضنا أنه يمكن إصمت هاته الجمال على هؤلاء الأشخاص حسب هذه النسب، من طبيعة الحال سوف يعني يتبقى جزء من هاته يعني من المجموع، سوف يتبقى جزء من المجموع. ولكي نفهم أكثر سوف أستعين بمعطيات التي جاءت في الفيديو، رغم أنها يعني غير دقيقة 100%. فقلنا الأول نصيب الأول هو النصف، بمعنى 8.5. نصيب الثاني هو الثلث، بمعنى 5.67، زائد النصيب الآخر هو التسع، بمعنى 1.89. فإذا قمنا بحساب مجموع يعني نصيب هؤلاء سوف نجد 16.06. هنا أقول يعني إذا اعتبرنا أو إذا افترضنا أنه يمكن إصمت
يعني هؤلاء أو هذه يعني النسبة. إذا فنحن لدينا 17 جملا في حين مجموع ناصب هؤلاء الأشخاص هو 16.06، بمعنى ما زال هناك نصيب لم يتم يعني إصمته. وهنا يعني تأتي يعني نباهة وذكاء عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حسب الفيديو من طبيعة الحال. فماذا قام أو ماذا قام به؟ فهو قام بإضافة جمل واحد إلى العدد الكلي، أي أصبح العدد 18. ولماذا 18 بالضبط؟ لأن بكل بساطة 18 فهو مضاعف لعدد 2، ومضاعف لعدد 3، ومضاعف كذلك للعدد 9. أو بمعنى آخر، إذا عدنا لهذه العملية، فإذا أضفنا 1 على 18 سوف نحصل في الأخير على النتيجة التالية. سوف نحصل على النتيجة التالية: 18 على 18 تساوي 1، بمعنى كل من هؤلاء سوف يأخذ نصيبه. وهنا يعني كما قلت، يعني عند إضافة 1 يصبح علي بن أبي طالب هو كذلك شريك في هذا العدد من الجمال بنسبة 1 على 18. وهنا تأتي العملية صحيحة، أي سوف يأخذ الأول 18 على 2، سوف يأخذ الثاني ثلث يعني 18 على 3، عفوا ثلث يعني 18 على 3، سوف يأخذ الثالث تسع يعني 18 على 9، وسوف يأخذ علي بن أبي طالب كذلك نصيبه ألا وهو 18 على 18. إذا النتيجة كما ترون 18 على 2 تساوي 9، زائد 18 على 3 تساوي 6، زائد 18 على 9 تساوي 2، زائد الجمل الذي أضافه عمر علي بن أبي طالب 1. وهنا نأتي إلى مجموع الجمال وهو 17. إذا فالمسألة فهي ليست كما جاء في العنوان معضلة في الرياضيات، لم يستطيع العلماء إلى حد اليوم تفسيرها. مسألة بسيطة جدا، أتمنى أن تكونوا أنتم كذلك استفدتم من هذا الفيديو وفهمتم يعني أين يوجد الخلل. مع تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.